هذا البرنامج برعاية الصيد من يعني مصادر الدخل القومي المهمة جدا في بلدنا، وأيضا جزء مهم وكبير من المصادر اللي بنعتمد عليها بشكل كبير جدا. لكن بالتأكيد الصيد له العديد من المشاكل وما يعاني منه في هذه الأيام، سواء كان قبل الظروف الاقتصادية أو بعد الظروف الاقتصادية. هناك أيضا مشكلة مهمة جدا، هي ظاهرة يعني تكاد تكون قاتلة في مجتمعنا، وهي الهجرة غير الشرعية اللي بيتم استخدام مراكب الصيد لتسهيل هذه الهجرة للبلاد الأخرى عبر المياه الإقليمية. طبعا مشاكل الصيد من الأشياء المهمة جدا طرحها في هذه الأونة لمنع استخدام هذه المراكب للصيد للهجرة غير الشرعية. النهاردة معانا شيخ بكري أبو الحسن، نقيب وشيخ الصيادين بالسويس، وايضا رئيس شعبه الثروه السمكيه بالنقابه العامه للزراعه والصيد. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني دايما كده بنقول علشان نعالج لازم نعرف المرض، ومعرفه المرض هي دايما نص العلاج. بالظبط. عايزه ابدا على طول واسالك، ايه سبب استخدام مراكب الصيد للهجره او لتسهيل الهجره غير الشرعيه؟ هو بداية اسمحي لي بس علشان السادة المشاهدين يعرفوا جزئية قبل ما نتكلم عن موضوع الهجرة الغير شرعية. الهجرة الغير شرعية دي في البحر الأبيض فقط، يعني ما فيش في البحر الأحمر هجرة غير شرعية، لأن البحر الأحمر كله يا إما السعودية أو اليمن أو الصومال أو السودان أو إريتريا، كل هذه الدول يعني ليس المواطن في حاجة إن هو يهاجر إلى هذه الدول. ويمكن لما نقول المغنم هي المملكة العربية السعودية نجد أن هناك رقابة شديدة جدا للسواحل السعودية على البحر الأحمر، وبالتالي انتفت تماما فكرة الهجرة غير شرعية في البحر الأحمر. لما نيجي نتكلم على الهجرة غير شرعية اللي هي حاليا يعتبر موطنها البحر الأبيض، ويمكن حادث رشيد لسه قريب طبعا كلنا عايشينه حتى الآن، فنجد الأسباب في الهجرة غير شرعية. طبعا عشان نبقى نتكلم بصراحة والمسؤولين في الدولة يسمعونا، النهاردة فرص العمل مش موجودة. هو اللي بيهاجر ده بيدفع فلوس وبيدفع مبالغ طائلة، وأنا حاجة لحضرتك برضو على أن مراكب الصيد، لأن سيادتك ذكرت مراكب الصيد، بس أنا عايز أقول السبب إيه. زي ما قلنا لو تم التعرف على المرض يعني سهل علاجه. النهاردة عايز أقول السبب في ذلك فرص العمل اللي بيدور عليها الشباب طبعا كتير جدا ومش موجودة هنا طبعا، فالشباب بيبقى بينشد فرصة عمل في أي مكان. ده جزء من الشباب. في جزء آخر من الشباب مغرر بيه، مغرر بيه يعني الإغراءات قدامه جيدة جدا، يعني ممكن يستلف وأولياء الأمور يبيعوا أراضي، يبيعوا مصوغات، يبيعوا أملاك، يبيعوا كل شيء علشان بس يطلع ابنه، أو هو اللي يطلع هجرة غير شرعية. المقصود بيها الإغراءات اللي هي موجودة من أنا بعتبرهم مافيا الهجرة غير شرعية. بيغروا الناس وبيغروا المواطن المصري ان لما تروح للمنطقة الفلانية البلد الفلاني هترجع طبعا في مبالغ طائلة، دولارات، ريال، غير يعني ايا كان. وبالتالي التشجيع اللي بيتم هو ده يعني سبب اساسي، وعدم وجود فرص عمل كافية في مصر ده من ضمن الاسباب. نيجي نقول برضو زي ما سيادتك ذكرتي وقلنا استعمال مراكب الصيد. هو حضرتك كلام حضرتك أستاذة آية صح، أن مراكب الصيد باعتبار أن هم بيشوفوا المراكب القديمة، أنا بس عشان بقول الكلام دوت علشان الكل يحتاط ويخلي باله، في بعض يعني مافيا الهجرة غير شرعية بيقوموا يشتروا مراكب صيد قديمة ويشتريها ويسجلها وكل وينقل ملكيتها وكل حاجة، وبعد كده يستعملها في هجرة غير شرعية. هو يمكن الصياد بيبقى واعي جداً، ما يقدرش طبعا الراجل يعني بيشتغل في الصيد وبتاع وعارف ان الرقابه عليه شديده جدا، فما يقدرش ان هو يستعمل مركبه، لكن بيتم بيعها لبعض من الناس بمبالغ طائله طبعا بيغريهم، وبالتالي بيستعملها في الهجره غير شرعيه. ايضا مع مراكب الصيد هناك عائمات اخرى
مراكب اخرى لانشات كبيره بتستخدم ايا كان، اذا كانت ركوبه بالاجر او لانشات سياحيه او الى خلافه، فهي كلها يعني يمكن الضوء كان مسلط على مراكب الصيد باعتبار ان هي مراكب كبيره طبعا. لكن للاسف الشديد يعني انا عندي لما اقول المركب ال 38 متر او الماكسيمم بتاعه 40 متر، لما نيجي نقول بيسع يعني المصرح ليه لو قلنا حرفه الشنشوله 40 فرد، النهارده بنجد ان هم بيحملوا يعني اعداد يعني كبيره جدا، 400 و500 وحاجه زي، لان اصلا يمكن احنا شفنا يعني المركب الاخير بتاع رشيد او الحادث الاخير كانت هناك عماله او هناك مواطنين يمكن من دول مجاوره موجوده في ثلاجات المركب تحت، ثلاجه المركب اللي هي بيتم تخزين الاسماك فيها او بيتم البضائع فيها، والتلاجة دي عبارة عن مكان لبلاطات التلج أو للأسماك بتخزن فيها. النهاردة لما أجي أنا أملى التلاجات ديت وأملى كورتة المركب وأملى العنابر وأملى الغرف الإعاشة والنوم والحاجات دي كلها، إذن أنا بحمل المركب فوق طاقته فوق حمولته، وبالتالي قطعا لازم يغرق. لأن حضرتك يعني لما نبص في حاجات اسمها حسابات الاتزان اللي هي بتحكم اتزان السفن أو أي عائمة بتحكمها حسابات اتزان، في هناك مهندسين متخصصين بيعملوا حسابات الاتزان في هيئة السلامة البحرية، هم اللي بيعملوها وبيحددوا العدد ليه؟ علشان حياة المواطنين أو حياة الركاب. وبالتالي أنا لما أدخل عدد أكبر من المطلوب على مراكب الصيد أو أي عائمة أخرى بيعتبر أنا تعديت أو فقت العدد المصرح به، وبالتالي هي معرضة للغرق. إن عملية اتزان هي عملية اتزان، الاتزان هو يعني وضع المركب أو العائمة في وضع آمن أثناء إبحارها أو عملها، ده يعني دي العبرة بالاتزان أو فلسفة قرارات هيئة السلامة في إن هي تعمل اتزان لسفن الصيد. هل يعني هناك حوادث للهجرة غير الشرعية لم يتم يعني حدوث البروباغندا اللي شفناها على بعض من مراكب الصيد واخرها طبعا كانت مركب رشيد. مركب رشيد، هل بيتم على يعني صعيد بقى المراكب الصغيره المراكب اللي يمكن تكون ما بتاخدش اعداد كبيره بالشكل ده وما حدش بيعرف عنها حاجه؟ هو بالفعل في مراكب سواء كبيره او صغيره بتطلع طبعا، وبيطلع قانوني بيطلع باعتبار ان هو العدد المصرح له موجود على المركب وبيطلع عادي جدا. وهناك طرق ملتويه بتتم ان هو بياخدوا بعض من الافراد الراغبين في الهجره غير الشرعيه عن طريق لانشات صغيره، وبالتالي هو في مكان على الساحل بيطلع ويستقبل المجموعه دي وياخدها في عرض البحر ويسلمها للمركب اللي هو هيطلع هجره غير شرعيه، وبيحصل حوادث غرق بس بيعتبر تجاوز الحدود الإقليمية المصرية. يمكن احنا يمكن وكالات الأنباء أو الأخبار أو يعني الإذاعات أو جهات الإعلام العالمية هي اللي بترصد هذا الحدث وهي اللي بتذيع الخبر، لكن ما يحدث داخل مياهنا الإقليمية زي مركب رشيد احنا طبعا اللي بنتولى يعني الإشراف على الحادث والأجهزة المعنية وأجهزة الإنقاذ بتتحرك سريعا طالما ان هو في المياه الإقليمية المصرية. اما خارج المياه الإقليمية المصرية بمسافات بعيدة ده ما حدش طبعا بينقذهم الا اذا كان هناك بعض السفن العابرة في المسطح المائي اللي هو فيه حصل الوقعة بيتم إنقاذ الناس في الأماكن دي. يمكن أنا يحضرني الشيء بالشيء يذكر، أنا كان عندي مركب يمكن كانت متجهة بتصريح رسمي في منطقة السودان من حوالي 4 سنوات وتعرضت لغرق المركب ديت، وبالتالي اللي أنقذ الطائم أحد السفن العابرة، أنقذت الطائم بالكامل العابرة فقط يعني، لكن ما بيبقاش فيه مثلا أجهزة استغاثة للسفن اللي بيتم غرقها للهجرة غير الشرعية. هو في بعض يعني احنا عندنا في سفن بتتعرض للغرق بيطلق إشارات استغاثة بتلتقطها كل السفن الموجودة في محيط مجال الاتصال وبتسرع بتسرع إلى نجدة المركب أيا كان بقى، مركب أجنبي أو مركب محلي أو مركب أي جنسية. القانون الدولي بيحتم عليه عند التقاط أي إشارة استغاثة لابد أن يتحرك فورا لالتقاط
أو لإنقاذ البحارة. هو في المقام الأول بينزل أجهزة الإنقاذ، اللايف جاكيت، بينزل رمسات النجاة، بينزل قوارب النجاة، علشان يهمه في المقام الأول يعني إنقاذ المواطن، إنقاذ الشخص اللي هو بيتعرض للغرق. بعد كده لو عرف ينقذ المركب، وهي مثلا لو مركب بدأت تجنح، بدأت تتعرض لخطر، ينقذ أولا طاقمها، وممكن يربط المركب على الجانب بتاعه ويخش بيها أو يمشي بيها في أي مكان آمن من المواني القريبة ويسلمها في المواني القريبة. بس بيتم التعامل معها ازاي بقى؟ من ناحية الأمنية، من ناحية دوركم أنتم طبعاً. طبعاً هو من الناحية الأمنية أياً كان، بدءاً من غياب المركب عن الميعاد المحدد لدخول ميناء السفر، يعني أنا عندي ميناء سفر وميناء وصول. أنا النهاردة متجه من ميناء الأتكة بالسويس، هروح أشتغل في منطقة برنيس، حدودنا على البحر الأحمر. حرس الحدود أو الجهات الأمنية بتتابع خط سير المركب أثناء وهو ماشي في البحر بالاشتراك مع القوات البحرية، ويبقى عارف هو تجاوز المنطقة الفلانية، والمناطق دي كلها بتسلم بعضها عن طريق إشارات لاسلكية. مركب الفلاني تحرك من ميناء الأتكة بالسويس، وصل إلى منطقة الطور، وصل إلى منطقة متجه البحر الأحمر، منطقة سفاجأ، منطقة القصير، منطقة الغردقة قبلها، المناطق دي كلها بتسلم، الأجهزة الأمنية بتسلم بعضها علشان يطمن على المركب ويطمن عدم تجاوزه للحدود الإقليمية المصرية. وبالتالي كل من يتجاوز الحدود الإقليمية المصرية لأي دولة من دول الجوار، هناك يمكن هناك قانون يدرس الآن في طريقه للعرض على مجلس النواب، إن هم عايزين يغلظوا العقوبة على كل من يتجاوز الحدود أيا كان هجرة غير شرعية أو تجاوز الحدود بسبب متعمد. لكن إذا كان هناك سبب مقبول، يعني هو مسموح إن أي مركب أو أي عائمة تلجأ لأي ميناء حتى لو كانت خارج دول الجوار، تلجأ ليها في حالة تعرضها للخطر. وبالتالي في كلتا الحالتين، سواء هو راح بمزاجه أو رغم أنفه، بيتم التحقيق معه من جهة جهات الأمن، بمعرفة جهات الأمن، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وصوله للمناطق الغير مصرية أو الأجنبية أو المياه الإقليمية أو تعرضه للخطر. كل هذه الحالات بيتم التحقيق فيها للوقوف على أسباب التجاوز أو العطل أو أي شيء تسبب في غيابه. هنا طبعا النقابة يعني بيقع على عاتقها مسؤولية كبيرة جدا، وهي فكرة توعية المواطن أو توعية صاحب المركب بخطورة الهجرة غير الشرعية، كما هو الحال مثلا في الإرشاد الزراعي بيوجه الفلاح أو المزارع لخطورة استخدام مبيد معين، خطورة طريقة زراعة معينة على الإنتاج، أيضا يستوجب عليكم توعية المواطن بخطورة قد يعني يستوقف عليها إنهاء حياة كتير جدا من البشر بشكل فوري. حضرتك يا أستاذة آية، أنت ذكرتي نقطة مهمة جدا في غاية الأهمية، حتة التوعية. أنا النهاردة كنقابة بالاشتراك مع جمعيات الصيد بنحذر الصيادين، بنكتب لهم منشورات نحطها في نقاط السروح في أماكن المواني، مواني الصيد، وبنحذر الناس وبنتكلم، وأنا بتكلم كتير على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى كل اللقاءات بحذر دايما. لكن حضرتك يعني زي ما بقول أثرت نقطة مهمة جدا. أنا طالبت، ويمكن من هنا من عندكم هنا في القناة في مصر الزراعية كثيرا وبعض القنوات الأخرى، طلبت على غرار زي ما سيادتك ذكرت وقلت الإرشاد الزراعي وبنوعي المزارع إزاي يزرع، إزاي يحصد، إزاي الحاجات دي كلها، أنا طلبت على غرار برنامج لو تتذكري حضرتك سر الأرض. أنا قلت عايز يعني أقترح برنامج سر البحر، مش بالضرورة أن أنا يقتصر هذا البرنامج على أني أنا أحذره خلي بالك ما تروحش يمين وشمال، لا، برضو أوعي الصياد أقول له خد بالك ما هو ما في أخطر برضو من كده، طرق الصيد المخالفة،
دي بتدمر لي الثروه السمكيه عندي، انتاجي من الثروه السمكيه متدني بسبب برضو بعض الممارسات الخاطئه، بعض الصيد الغير قانوني، التجاوز في الشباك المخالفه، حمل غزلات غير قانونيه، الاستخدام الجائر من بعض الشركات وبعض المصانع التي تلقي بكل ما لديها من نفايات في المسطح المائي. كل هذا انا بطالب يعني من هنا وبكرر تاني وما زلت وساظل باذن الله بطالب ببرنامج اسمه سر البحر، يعرف قطاع الصيد كله، كل ما هو داخل قطاع الصيد لابد ان انا اعرفه. لان حضرتك لما نيجي نبص النهارده قطاع الصيد، يعني قوام قطاع الصيد حوالي 2.5 مليون فرد، بس مش كلهم يعني بيعرفوا طرق الصيد، ومش كلهم برضو في ناس ليه؟ لان انا عندي يعني من اكبر القطاعات اللي هي جاذبه للعماله. انا النهارده عندي في قطاع الصيد اللي معاه مؤهلات عليا ومتوسطه وبدون مؤهلات، يعني انا النهارده عندي ليسانس بكالوريوس، عندي كل المؤهلات دي كلها عندي، في صياد بيحمل ليسانس حقوق وصياد، ليسانس اداب بكالوريوس ايا كان. حضرتك بيشتغل عندي ليه؟ بيشتغل عندي في قطاع الصيد، يعني اللي ما اقصده ان قطاع الصيد بيستوعب كل العماله دي كلها، يعني قطاع الصيد بيعتبر من القطاعات او من اهم القطاعات التي تشارك الدوله في تقليل طابور البطاله. النهارده حضرتك يعني احنا نعلم كلنا ما فيش فرص عمل وما فيش تعيينات في الدوله، وبالتالي الكل بيبحث. لكن النهارده انا علشان اسره عايزه تتكون، طب انا هقعد ايه نايم واكون اسره؟ هتيجي ازاي؟ وبالتالي بلجا لاي مجال اشتغل، فقطاع الصيد من القطاعات اللي هي بتستوعب عماله، وبالتالي هذه العماله احنا عايزين برضو نوعيها، لاني انا جاي من بره ما عنديش خبره. وبالتالي نقول من خلال حضرتك لما نتكلم على سر البحر نقول كل شيء، نوع الصياد، كيفيه الصيد، الصيد الجائر، الاستخدام الجائر، الغزلات المخالفه، القيود المفروضة على قطاع الصيد، الأماكن الممنوع التواجد فيها، تحري الدقة في أثناء عبور السفن من إلى، أثناء العمل في البحر، يعني ما هو المطلوب؟ حماية المواطن وحماية أسطول الصيد، ده الهدف بتاعنا. طيب بس احنا برضو عندنا يعني في المقام الاول عشان نكون منصفين جدا في الحتة دي، احنا لازم يكون عندنا ناس ميدانيين كمان. انه حضرتك تعلم جيدا الصيادين دايما يعني حتى لقب حضرتك شيخ الصيادين، دايما بيحبوا الاعداد اللي بيسموها بالاعداد العربيه، الاعداد العرفيه، والوجود الميداني في وسط هؤلاء الصيادين يعني امر مهم جدا، ويعني بشكل دوري كمان. هو حضرتك كلامك مظبوط، يعني انا برضو كشيخ صيادين وصيادين ونقيب الصيادين، انا فعلا بيتم دعوة الصيادين في بعض المشاكل، لما يكون في مشكلة بنروح نحلها على أرض الواقع. يمكن أنا كنت من حوالي شهر تقريبا أنا كنت في مناطق الصيد بوعي الصيادين على أساس أن هناك تنبيهات أمنية، ويعني خوفا من وقوع الصيادين أو أحد منهم في الخطأ، رحنا وعيناهم ولمينا الصيادين كلهم وقلنا لهم محدش يشتغل، كلكم النهاردة مجموعين نجمعهم علشان نوعيهم. بروح كل فترة بنوعي الناس والصيادين وكل حاجة، وأيضا في أعضاء للجمعيات، جمعيات الصيادين بتوعي الصيادين. فيعني بس ده مش كفاية حضرتك، النهاردة الصياد بياخد معاه أجهزة الإعلام، بياخد سواء الراديو أو التلفزيون أو الدش أو إلى خلافه. وبالتالي أنا عايز أنقل للصياد في عمله، في مكان عمله، في موقع عمله، أنقل له التوعية. أنا النهاردة بوعيه وهو في البر، خدت بال حضرتك، لكن من الذي يوعي الصياد ومن الذي ينقل له التوعية والتحذيرات والتعليمات إلا إذا كان هناك وسائل إعلام من خلال برنامج مثلا سر البحر تلقي له هذه المعلومات وهذه التوعيات وهذه المحاذير وهو في البحر. لأن الصياد طبعا حضرتك كل حاجة في الدنيا اترقت، الصياد اترقى، الصياد ما كانش عنده لا تلفزيون ولا كان عنده تليفون ولا حاجة، كان لما يحصل لا قدر الله حادث كان بيستنى مركب جاي، أنا عندي واحد فرد صياد تعبان بيديني المركب اللي راجع من السروح. لكن النهاردة في تليفون، في سورية، في لاسلكي، في رادار، في كل أجهزة ووسائل الاتصال الحديث.
وبالتالي انا عايز اوصل له دوت وهو في مكان العمل، اقول له حتى خد بالك وانت بتصطاد بحرفه كذا استخدم 1 2 3 من الطرق، وانت بتصطاد في المنطقه الفلانيه ابعد عن المنطقه دي، خلي بالك هنا في خطر. الحاجات دي كلها طيب. مش هتيجي مني انا وانا على الارض. نفس الوسائل التكنولوجيه اللي حضرتك ذكرتها في الحديث هي نفسها اللي بتوصل لما بيحصل حادثه للهجره غير الشرعيه وبيموت فيها ناس، كل الناس بتعرف، كل الناس بتشوف قد ايه الامهات بتتحسر على اولادها، بتشوف الوجع قد ايه بيسود البلد كلها، ومع ذلك بنشوف برضو تكرار هذه الحوادث. يمكن سمعنا في الفترة الأخيرة أنه بيتم تجميع مبالغ مالية من الشباب بما يقرب من 50,000 جنيه مثلا، و50,000 جنيه بالنسبة لشاب في مبتدأ حياته ممكن يعمل بيهم مشروع، ممكن يعمل بيهم أي حاجة، يبدأ بيهم حياة جديدة. إيه المغري؟ ايه المغريات اللي بتخلي الناس تمشي في نفس الطريق وهم عارفين ان هو غلط، وخصوصا اصحاب المراكب؟ هل القانون مش رادع؟ هل هناك يعني بعض القوانين بتحسسهم انه الموضوع ممكن يعدي بسلام، ولا ايه الحكايه بالظبط؟ انا زي ما قلت لحضرتك الاغراءات يعني موجوده. المفروض حضرتك لما نيجي احنا نتكلم نقول كل وضع ليه النقيض بتاعه، أو كل يعني وضع ليه المضاد بتاعه. النهاردة أنا بغري مجموعة، لابد الإغراء دوت يقابله إغراء بمستوى أعلى، أرغبه وأغريه في حاجات على أساس أنه هو يصرف النظر عن الإغراء بتاع السفر في الهجرة غير الشرعية. بمعنى يعني لابد الدولة تبدأ من الآن، يعني تبدأ من أمس، ان هي تدور على يعني مشروعات صغيره للشباب. حضرتك بتقولي 50,000، ده في 50,000 وفي اكتر من كده، وممكن ب 30,000 يعمل له مشروع، ممكن يبدا وقال يعمل مشروع، يعمل كشك. انا بقول ايه يعني عايزين ننسف الروتين من حياتنا، وخاصه فيما يتعلق بمشروعات الشباب. النهارده لو مجموعه من الشباب كل واحد معاه مثلا 20,000، لو خمسة تلموا ب100,000 ممكن يعملوا مشروع صغير جدا، عبارة عن كشك أمن غذائي، عبارة عن كشك خردوات. حضرتك ممكن يشتغلوا، أدي هشغل 5 شباب برأس مال بسيط جدا. النهاردة لما أنا أقول الدولة لابد إن هي توفر لهم الأماكن اللي يحط عليها المشروع بتاعه، تسهل له التراخيص، يبقى أنا في الحتة دي غير قطعا هيفكر مليون مرة. الله، هو وأهله هيقولك الله، طب ما انا النهارده هطلع اعمل المشروع دوت على ارض مصر بلدي، ولو في اي شيء انا ممكن احتاج من سين او صاد وهيجيب لي يمول لي، بدل ما اروح واضيع حياتي وانا هنا موجود، واروح اقفل المشروع بتاعي بالليل واروح انا وزمايلي والحمد لله ربنا رضينا بربح حتى ان كان قليل جدا، بكره يتنامى ويكبر معانا. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه تشديد الرقابه وتشديد العقوبه، حاجتين اتنين، تشديد الرقابة على سواحلنا وتشديد العقوبة. حضرتك لو ما شددناش الرقابة المفروض بها كل ما هو على الساحل، السواحل المفتوحة المصرية، أشدد الرقابة. هناك رقابة سيارة، أبدأ بسيارات تجوب الساحل، أبدأ بلانشات تجوب الساحل من ناحية المسطح المائي. لو أنا أحكمت الرقابة على مسطحاتنا المائية مش هلاقي اي مركب يطلع هجره غير شرعيه. وبعدين حتى لو انا اديت له وطلع بالشكل القانوني ممكن يكون منتظر لانش هناك وبيودي له ناس عشان يركبهم، لا انا اقعد على الاقل اعمل عمليه يعني مناورات في البحر، اشوف دوت اتجاهه فين، بدا يصطاد، بدا الشكل بتاعه بيبان. النهارده حاد عن المنطقه المصرح له الصيد بيها، يبقى ده هجره غير شرعيه، اقعد انتظر لغايه ما اوصل لغايه عنده ورجعه. ما انتظرش لما يجي له لانش ويحط له المجموعه اللي هيسافروا معاه، لا، يبقى رقابه، تغليظ العقوبه، حضرتك ايجاد فرص عمل للشباب، ولتكن هذه حتى اللي معهوش فلوس حضرتك زي ما قلنا 20,000، البنوك تمول، الصندوق الاجتماعي يمول. احنا هنقعد يعني هنقعد لامتى شبابنا يطلع هجره غير شرعيه، شبابنا يعرض نفسه للخطر؟ طب ليه؟ هو ده اللي انا بس بطالب بيه.
يعني أنا أؤيدك تماما في كل كلمة قلتها. طبعا تغليظ العقوبة ده شيء مهم جدا، وفي المقابل كمان والمافيا غير شرع، تسهيل والمافيا التصريحات. اللي هي بتساعد على الكلام دوت، يبقى العقوبة مش تتغلظ ضعف، يعني 100 ضعف، اللي هو كل من يعني يجرؤ أو يشترك في خروج أي عائمة لهجرة غير شرعية. احتجاز السفن ايضا من الـ يعني المخاطر اللي في بيواجهها دول الجوار الصيادين طبعا بشكل كبير جدا. اخر الحوادث اللي مركب في حصلت لي تونس. احتجاز السفن واسبابها بتكون ايه، وازاي من وجهة نظرك نقضي على هذه المشكلة؟ هو حضرتك يمكن خفت شوية، لأن احنا بالقياس أو بالنظر إلى ما حدث في يمكن من حوالي 2 3 سنين، كان ممكن في خلال أسبوع مركبين يتقبض عليهم، الأسبوع التالي 3 مركب كده، يعني هي خفت شوية، وتحديدا في البحر الأحمر، على أساس حضرتك إن المنطقة بتاعت البحر الأحمر منطقة ملتهبة، يعني اليمن وليبيا في البحر الأبيض والسودان والصومال والقراصنة، كل الكلام دوت طبعا بيعتبر رادع للصيادين، وبالتالي احنا يعني بقى لنا فترة طويلة الحمد لله، يعني ما يقرب من 3 سنوات ما فيش مركب اتقبض عليه، على اساس ان هو يعني الكل التزم بالصيد في المياه الاقليمية المصرية بدلا من تعرض. وطبعا ده داخل الاهالي، بعض الاهالي خايفين على اولادهم فبيوعوهم، واحنا بنوعي من عندنا، وحرس الحدود في رقابة مشددة، والحاجات دي كلها برضو بتقلل المخاطرة. بس ايه السبب بقى حضرتك عشان يجي السبب؟ النهاردة انا عندي مساحة مسطحاتنا البحرية 3000 كيلو متر، 1000 النيل، 1000 البحر الابيض المتوسط، 1000 البحر الاحمر، كل هذه المساحة، ده غير حضرتك طبعا البحيرات والمساحات الاخرى. النهاردة حضرتك بالرغم من المساحة دي كلها 3000 وشوية دي، تلاقي حضرتك المراكب بتتجاوز الحدود الإقليمية لدول الجوار. ما هو السبب؟ السبب نقص وتدني في الإنتاجية السمكية عندنا. ال 3000 كيلو متر دول، أنا مصر إنتاجها من ال 3000 كيلو متر 1,500,000 طن، يعني حضرتك 1.5 مليون. طب أنا ليه ما يبقاش عندي 3 4 5 مليون طن سنويا؟ والسبب في ذلك التلوث، الصيد الجائر، الاستخدام الجائر، والاستخدام الصيد الجائر ده بيقوم بيه بعض الصيادين المخالفين، بعض منهم مش الكل. الاستخدام الجائر وهو اخطر من الصيد الجائر، وهو يقوم بيه بعض الشركات وبعض المصانع وبعض القرى السياحيه المطله على مسطحاتنا المائيه، ايا كان البحر الابيض او الاحمر او النيل. حضرتك طبعا بنلمس التلوث، التلوث دوت آفة قطاع الصيد، بيقتل ويهدر من الثروة السمكية أكثر من 40% من إنتاجها العام، بيقتلها السمكة في المهد، بيقتل الزريعة، بيقتل إصبعياتها، بيقتل يرقاتها، بيقتل الأسماك الكبيرة، بيقتل كل ما هو أحياء بحرية، التلوث، وخاصة التلوث البترولي. يمكن احنا دايما بنتعرض للتلوث البترولي وحوادث التلوث البترولي كتير جدا، فده اهدار للثروة السمكية. فأنا بقول على وزارة البيئة أن تتحرك سريعا، وزارة البيئة لابد أن تتحرك وتراقب المسطح المائي بدلا من التلوث، بدلا من أن تكون بعض السفن العابرة من إلى البحر الأبيض والأحمر والعكس، وتلقي بكل ما لديها من حيوانات نافقة. طبعا الكلام ده حدث في البحر الأحمر، وفجأة كده نقعد ندور على المركب، لا ده دخل قناة السويس وعدى البحر الأبيض ومشي، خلاص محدش ليه، لا. وفي مراكب القوات البحرية جريت وجابتها وتمكنت القبض عليها. أنا ما استناش بقى لما يرمي، ده أنا راقبه، أعمل مراقبة بيئية، محطات رصد بيئي في كل مكان على مسطحاتنا البحرية. يعني كمان على الصيادين الالتزام باستخراج التراخيص، عايزك تقولي ايه السبب في انه بعض الصيادين ما بيحرصوش على استخراج هذه التراخيص، وماذا يترتب على ذلك؟ لا، هو حضرتك هيئة الثروة السمكية أوقفت التراخيص من سنة 83 بسبب الضغط على المسطحات المائية بتاعتنا، لأن احنا لو يعني تخيلنا مكان مثلا يعني قاعة، والقاعة دي بتساع مثلا 200 فرد،
احنا حطينا فيها 400 فرد، حطينا الضعف فيها، وبالتالي هيقل الاكسجين منها، ممكن اللي موجودين هيتعرضوا لبعض المتاعب. يعني انا بس بقيس على الكلام دوت على المسطح المائي. يعني دائما هيئة الثروة السمكية والاتحاد التعاوني للثروة السمكية وجمعيات الصيادين بيشاركوا طبعا في او بينفذوا قرارات منع الصيد. هذه القرارات او الفلسفة من اصدار قرار منع الصيد هو اعطاء الراحة البيولوجية للمسطحات المائية على اساس حضرتك التنمية. يعني كيف تتأتى التنمية بدون راحة بيولوجية للمسطحات المائية؟ وبالتالي بيتم منع الصيادين خلال فترات معينة علشان أنمي مسطحاتنا المائية. وهيئة الثروة السمكية بتصدر هذه القرارات، لكن بنفاجأ بعض من يخترق هذه القرارات بأن هو يلوث البحر، يلقي نفاياته، المصانع والشركات، وده ضر بثروتنا السمكية. طب ده هيخلينا ننتقل لملف الصياد نفسه والمشاكل اللي بيواجهها الصياد بشكل عام. يعني هي بالتأكيد بتنقسم إلى عدة ملفات، لكن خلينا يعني نهتم أو نبدأ بأهمها. حضرتك لو اتكلمنا عن الصياد زي ما سيادتك أستاذ آية اتكلمتي، نجد أن الصياد أولى المواطنين المهمشين أو قطاع الصيد بمعنى أصح. قطاع الصيد من أنا اللي بقول الكلام ده على مسؤوليتي، من القطاعات المهمشة، بمعنى لابد أن تليه الدولة. ليس المقصود بالرعاية لقطاع الصيد إن أنا أصدر تراخيص وسهل إجراءات فقط، المقصود هو هناك رعاية مالية، رعاية اجتماعية، رعاية صحية. أرعى الصياد، لا يتمتع الصياد، وإن كان الدستور المصري أقر علاج المواطنين المصريين على حد سواء في التأمين الصحي، يعني لسه لم يفعل بعد ماشي، لكن أين الرعاية الاجتماعية؟ النهاردة لو تتخيلي بعض الصيادين، بل السواد الأعظم من الصيادين، يعاني الفقر، يمكن يدوب ها قوت يومه بيحاول يجيبه مثلا لو طلع الصياد، على بين بقى ما يوزع على المصاريف والمحروقات والزيوت وغيره وغيره والزوادة، بنجد أن الصياد يبقى قليل جدا يعني ما يحصده من الرحلة، وبالتالي صعب جدا، وخاصة صغار الصيادين يعني والكبار. يعني هناك بعض مراكب صيد كبيرة بيحصل فيه حاجة اسمها انكسار. انكسار يعني عملية عدم موائمة بين المدخلات الانتاج ومصاريف الانتاج وبين الانتاج نفسه. حضرتك أنا دخلت في الرحلة بتاعتي كلفت 10 قروش، جبت 8 بس، يبقى انا المركب مكسور في قرشين. ويسعى الكلام ده طبعا عشرات الالاف طبعا، خدت بال حضرتك؟ وبالتالي انا بقول ان الصيادين ظروفهم صعبه جدا، عايزين رعايه صحيه من الان، عايزين رعايه اجتماعيه، عايزين مساعده. يعني اين دور المسؤولين في شهور المنع؟ هذا ليس دور الجمعيه فقط، لأن الجمعية إمكانياتها والنقابات إمكانياتها لا تحتمل توزيع أي إعانات، لأن الجمعية أو النقابات لها رؤوس أموال بسيطة جدا. حضرتك النهاردة لما أجي أقول للدولة لابد في شهور المنع عشان أضمن حاجتين، لابد أن تتحرك. يعني أنا بوجه ندائي للمسؤولين أيا كان مستوى هذا المسؤول، بوجه له ندائي وبقول أين الدور الاجتماعي تجاه قطاع الصيد والصيادين. النهارده الصياد حضرتك ما بيلاقيش قوت يومه ولا بيلاقي شغل اثناء شهور المنع. بعض الصيادين بيقف 4 شهور، وبعضهم شهرين، وبعضهم 3، طبقا لمتغيرات ظروف شهور المنع سواء البحر الابيض او البحر الاحمر. النهارده طب مين اللي يعين الصياد في خلال شهور المنع؟ الصياد بقى بيعمل ايه؟ ومش كل الصيادين، منهم من يستدين من التاجر. التاجر اللي هو بياخد الحصه منه في بداية المؤتمر، بيستدين منه، بياخد زي ما بيقولوا بالبلدي بيسحب على النوتة. النهارده خدت من التاجر دوت 10 قروش بيأيدهم عليا، خدت بكره 5 بقى 15 يأيدهم عليا، لغاية وبعدين بعد قبل الموسم يبدأ باخد منه، أعمر المركب، بزود المركب، بدهن المركب، بجهزها علشان تشتغل. طب كل هذه المبالغ تعتبر على قلب الصياد، على قلب صاحب المركب.
طب مين اللي يصرف على الصياد ومين اللي يصرف على اصحاب العائمات الصغيره او المتوسطه، سواء مراكب او لانشات او فلاك، مين اللي يصرف عليهم؟ لابد ان يكون هناك، اذا كانت الدوله بتنشد من قرار منع الصيد والفلسفه منه اعطاء المسطحات المائيه راحه بيولوجيه، اذا كنا ننشد من هذا وننتظر انتاجا وفيرا من الثروه السمكيه، لابد ان نعوض الصيادين عن فترات الايقاف. لابد ان نعوض الصيادين. هناك بعض الدول بتنتهج هذا النهج وتسلك هذا السلوك وتعوض صيادينها خلال شهور المنع، علشان اضمن حاجتين حضرتك. نمره واحد، اضمن الصياد يعني ما يصطادش وهو مضطر. بعض الصيادين بينزل خلال شهور المنع وهو مضطر، وان كنت ارفض هذا المبدا، يعني انا يعني اؤكد على رفضي لهذا المبدا، لكن يعني نحن امام امران احلاهما مروا. ان دخلت واصطدت في شهور المنع عشان ما فيش في بيتي قرش او لقمه علشان ولادي، المر بتاعها ان انا ممكن يتقبض عليا وممكن اقف عن الصيد شهرين ثلاثه وادي عقوبه. المر الثاني، انا لو ما نزلتش مش هلاقي مصدر ااكل بيه ولادي، لان انا شغلته مهنيه الصيد. ما ينفعش بعد ما اكون صياد اروح اشتغل نجار، اروح اشتغل في اي مهنه من المهن الشريفه دي كلها، اشتغل اي، لان مش حد فيها، ما حدش هيقبلني فيها. وبالتالي انا بقول عايزين يعني صندوق ينشا على مستوى مركزي لتعويض الصيادين خلال شهور المنع، من خلال بطاقه الصيد، ومن خلال يعني الشهادات اللي بتطلع من الجهات ايا كان، الامنيه حرس الحدود او الثروه السمكيه او اي جهه تراقب الصيد. بنقول مجموعه من الصيادين دول كانوا فعلا بيشتغلوا والتزموا بالايقاف، لكن الصياد اللي هو ما بيشتغلش من اصله، ما اشتغلش في الموسم، انا خلاص يعني اديتك الفرصه تشتغل عشان يعني تحوش، يبقى لك مبلغ تحطه في حصاله في البيت في اي حاجه، انت ما اشتغلتش خالص، لا انا ادي الصياد اللي اشتغل وجاب انتاج لمصر واقول له انت هتريح شهرين ثلاثه، اعوضه عن هذه الفتره من اي مصدر تنشئه الدوله. طيب هل بيكون في وثائق تامينيه على طاقم المركب، يعني سواء كان طاقم مركب يعني كبير او صغير؟ هو عندنا حضرتك في قانون التامين على سفن الصيد والعاملين عليها. هذا القانون موجود عندنا، والقانون دوت على سفن الصيد الكبيرة والمتوسطة، يعني على السفن الكبيرة اللي هي المراكب الكبيرة واللانشات المتوسطة متوسطة الحجم. أما فلايك الصيد الأوت بورت اللي هي بتحمل في مؤخرتها موتور نقالي، يعني الموتور ممكن هو جاي من الرحلة بتاعته يشيله على كتفه ويروح يشيله في المخزن أو في أي مكان، دي لا يؤمن عليها وغير خاضعة لصندوق التأمين. لكن أنا بقول حتى مش عايز أمن عليها، أنا ليه بشترط دول واديله إعانة ليه؟ لأن هو لا يحتمل سداد القسط، هو مش لاقي ياكل. حضرتك يعني أنا بس بقول الكلام دوت، المسؤولين يسمعوني وكلهم عارفين الكلام دوت. الصياد اللي هو يحمل موتور خارجي أو أوت بورت إحنا بنقول عليه خارج الميناء، يعني لا يملك قوت يومه، بيطلع يعني زي ما بيقولوا بالبلدي يا مولاي كما خلقتني انا، يعني خالي الوفاض. فالنهارده انا عايز اساعد هذه الطائفه او هذه الفئه من الصيادين الصغار ان الدوله تصرف له خلال شهور المنع، وما تطالبهوش بتامين، لان قسط التامين يعني هيثقل كاهنه. النهارده مراكب الصيد الكبيره يعني بيدفع مثلا 2600 جنيه قسط سنوي، هو قادر على ذلك، هي واخدها درجات حسب الهورس باور او قوه الموتور، خدت بال حضرتك؟ فالنهارده الفلوكه الصغيره اللي هي الاعلى قدره ليها 40 حصان ما يقدرش هو يدفع قسط، لو خد منه حتى لو خد منه 200 جنيه سنويا بالنسبه له هتضلعه، صعب جدا. انا بقول ايه؟ ان هو حاليا لا يخضع للتامين، لقسط التامين، لكن انا عايز اخضعه لصندوق تعويضي. النهارده انا عندي في خليج السويس في منطقه مرسى الصيد لفلايك الصيد الصغيره في منطقه السلخانه،
يعني انا بس بعلنها عشان المسؤولين يعرفوا، خلف قريه الحجاج في السويس ده مكان مرسى لفلايك ولنشاط الصيد. النهارده عندي ما لا يقل عن 25 فلوكه صغيره تحطمت، منها اصحابها علشان الموسم طبعا بادئ وشغال وعايز يشتغل، والا بقى لو ما اشتغلش هيقعد ينام، وبالتالي مش يعني هيروح يستدين بقى من الناس ويمد ايده، فاضطر ان هو يستدين من الوقت علشان يصلح الفلوكه بتاعته ويمشي. لكن ما هو الاستدانه دي مهدين، كان المفترض ان احنا نقوم معاه ونساعده، المسؤولين يساعدوه، الدوله، انا بقول الدوله، لان ما فيش جهه هتساعد الصياد غير جهه قادره وهي الدوله، من خلال صندوق ينشا، صندوق كوارث لقطاع الصيد، من خلال وحضرتك اوضح لحضرتك التمويل، مصادر التمويل. انا عندي في حاجه اسمها القرش السمكي، بيتاخد مبلغ رمزي على كل كيلو سمك. عندي حضرتك بطاقه الصيد، عندي حضرتك رخصه الصيد، عندي رخصه برار صياد بالادب، عندي كل ما هو رخص الصيد، عندي رسوم الصيد السنويه. يعني انا لما اخد منها جزء لحساب صندوق تعويض الصيادين او صندوق كوارث للصيادين، يبقى 25 فلوكه دول لما اتكسروا، طب احنا لجأنا بقى للقوات المسلحه، لان احنا نعلم ان القوات المسلحه المصريه، يعني قواتنا، ربنا يحمي قواتنا وجيش مصر دائما مع الشعب المصري، يعني دون استثناء مع الشعب المصري في السراء والضراء. احنا بدأنا نطالب من القوات المسلحه ان يطور نقطه الصيادين، لان نواه البحر، النواه اللي هي كانت من اسبوعين كسرت لي 25 فلوكه. وفي يمكن طبعا في خلال الفتره اللي جايه ديت في نواه ثانيه ونواه كتير جدا. طب انا النهارده لو انا ما طورتش الميناء بتاعتي ومديت رصيف الميناء ل 300 متر، النهارده انا الميناء بتاعي مفتوح، ميناء الصيادين بتاع الفلايك مفتوح، وبالتالي هو في اتجاه الريح. النهارده لما يكون الفلايك موجوده وغالبيه الفلايك متناثره خارج الميناء، لان الجونه دي مش سايعه المراكب واللانشات والفلايك الصغيره. وبالتالي انا لما اطالب بمد رصيف حاجز الامواج ل 300 متر واقفله بسلسله من الاخر كبوابه دخول وخروج، يبقى كل الفلايك وكل اللانشات تدخل عندي في الجونه دي وتسعها في المكان دوت. النهارده غالبيتها موجودين خارج كردون النقطه ديت، وبالتالي معرضين نفسهم للخطر. طب انا هو هي دي مش بتحمل مواطنين مصريين؟ انا لما بيحصل حادث غرق مش كلنا بتدمي قلوبنا من اللي بيحصل؟ اللي حصل في منطقه راس غارب، مدينه راس غارب، يعني الشعب المصري كله تاثر طبعا، وغيره وغيره، والهجره غير شرعيه والحوادث دي كلها، الحوادث الجماعيه. هو انا منتظر مزيد من الحوادث للصيادين؟ ما هم من اكثر عرضه للخطر في البحر الصيادين. لابد ان احنا يعني عشان نبقى منصفين ننظر بنظرة واقعية لهذا القطاع والعاملين فيه. ان شاء الله. يعني احنا بيبقى عندنا اوقات منع، وفي نفس الوقت احنا عندنا البحيرات، وهي طبعا يعني ثروة مهمة جدا من الممكن ان احنا نستغلها، ليه ما بيتمش استغلالها؟ هو للأسف الشديد في بعض البحيرات، يعني على سبيل المثال بحيرة المنزلة كانت 700 ألف فدان، تقلصت إلى 300 200 120 ألف، برضه بسبب التعدي وبسبب يعني عدم الرقابة، وأصبحت هذه يعني البحيرة من البحيرات المتعدى عليها، تقلص الإنتاج منها، كانت بتدخل إنتاج عالي قوي. يعني في بعض البحيرات، يعني احنا عندنا إدكو، مريوط، المعدية، المناطق دي كلها فيها طبعا بحيرات وفيها أماكن صيد كويسة جدا، وبحيرة قارون وغيره من البحيرات، وعندنا البحيرات الكبرى، المرة الكبرى والصغرى في قناة السويس. كل هذه البحيرات للأسف الشديد يعني يعتبر في تدني في إنتاجيتها، برضه بسبب التلوث، بسبب التعدي على المسطحات البحرية لهذه البحيرات. النهاردة المباني زحفت، اقتطعت جزء كبير جدا من بحيرة المنزلة وغيرها من البحيرات. النهاردة ده لصالح مين؟ طبعا المافيا، المافيا هم اللي بيسيطروا. يعني هيئة الثروة السمكية دائما ما تنادي وتشدد، يعني بتنادي المسؤولين، المفروض الجهات الأمنية. يعني النهارده انا عندي بحيره المنزله بقول من البحيرات الكبيره جدا، خلاص بقت 120 الف فدان. طب اين دور الجهات الامنيه في التعدي؟ اين الجهاز التنفيذي؟
يعني كل من يتعدى على شبر من المسطحات المائية لابد أن يعاقب عقاب شديد، لأن دي ثروتنا السمكية. هنيجي في يوم من الأيام وأنا بحذر وبدق ناقوس الخطر، هيجي في يوم من الأيام ونقول إحنا مش لاقيين نرمي صنارة عشان نطلع بيها سمكة. يعني أتمنى ألا يحدث هذا اليوم إن شاء الله تعالى. خلينا زي الدول زي موريتانيا بتفعل القوانين، بتحافظ على مسطحاتها المائية. خلينا زي الدول المغرب ودول الجزائر والدول المجاورة والدول في البحر الأبيض والأحمر، كل هذه الدول تحافظ على مسطحاتها المائية. السعودية تمنع من يقترب من أماكن مسطحاتها المائية. طب أنا ليه المسطحات المائية بتاعتي يعني مستباحة؟ يعني لابد أن نشدد الرقابة. أنا بقول للمسؤولين شددوا الرقابة، أنا عايز ثروتنا السمكية تزيد مش تقل. يعني دائما ما يعني أنا ما أطلق شعاره يعني للمسؤولين وأقول ثروتنا السمكية هل هانت علينا لهذه الدرجة إن إحنا نسيبها ونلوث البحر وتهدر يوميا؟ النهاردة كل يوم في تناقص، هذه الثروة السمكية شغالة في التنمية، شغالة بتبذل قصارى جهدها، والمسؤولين ورئيس الهيئة والبعض في كل مكان، لكن هناك من يلوث، هناك من لا يراقب المسطح المائي. الكل يعني زي ما بيقولوا حاطط ايده في المية الباردة. يعني عايز الدولة بمسؤولينها بأجهزتها تتحرك لإنقاذ ثروتنا السمكية إن شاء الله. برغم أن احنا عندنا يعني مساحات شاسعة جدا من المسطحات المائية، إلا أن احنا برضو عندنا يعني فجوة في الإنتاج والاستخدام. سبب الفجوة، ما هو سبب الفجوة؟ الآفة الوحيدة أو الرئيسية هي التلوث والاستخدام الجائر. أكثر حاجة التلوث والاستخدام الجائر. الاستخدام الجائر حضرتك نجد على سبيل المثال في النيل، من يلقي بمخلفاته في النيل؟ الشركات والمصانع وبعض العوامات في النيل، كل هذا يؤثر سلبا على الثروة السمكية. نجد في البحار المفتوحة، أنا عندي في السويس محطة للصرف الصحي بالقرب من خليج السويس، تصرف ما لديها والفائض بعد تحلية المياه تصرفه على خليج السويس، تصرفه في منطقة يعني اسمها منطقة جونة الأتكة. هذه المنطقة تعتبر مربى طبيعي للأسماك وخاصة أسماك الشنشلة. هذه المنطقة تعتبر يعني غنية بأسماك الزريعة، اللي هي تعتبر كأن حضرتك عاملة حضانة زي الحضانة. لكن للأسف الشديد النهاردة المياه لوثت، الأسماك هجرتها خالص، ما حدش بيخش من الصيادين في المنطقة لمسافات يعني تصل الى حوالي 2 و3 كيلو في المسطح المائي في خليج السويس، كلها اتلوثت بسبب الملوثات. وقيسي على ذلك حضرتك بعض الشركات، وليس كل الشركات، بعض الشركات في عندنا على في مشروع في تنميه شمال الغرب خليج السويس تلقي ايضا بنفاياتها، في منه المعالج بيئيا وفي الغير معالج. يعني احنا بنقول اولا الاستثمارات دي كلها احنا محتاجينها، الشركات دي محتاجينها لولادنا، المشروعات دي احنا محتاجينها. يعني احنا مش عايزين نقول يعني علشان اعمر جامع اقفل جامع، لا، خلي الحمد لله الجوامع مفتوحه عشان ده يصلي وده يصلي. النهارده برضو خلي المصنع والشركه دي مفتوحه وتشتغل كل حاجه، وخلي البحر برضو في مصادر رزق للصيادين. فما اجيش انا عشان اقول لا دي شركه كبيره وده مصنع مش معقول هدمره. طب يا اخوانا واللي بيرميه في البحر؟ احنا عايزين نعالج دوت. اين دور وزارة البيئة؟ المسؤولين عن البيئة عايزين نفعل دور وزارة البيئة. البحر ملوث، عندنا بحرنا ملوثة مستباحة، من الاخر مستباحة في التلوث. بس هو فالاستخدام الجائر الشركات والمصانع ده على مستوى الجمهورية كمان. انا بس ذكرت بقول عندنا مسطح خليج السويس ليه؟ عشان هناك برضو منطقة بتطل على خليج السويس بالقرب منه، بتصرف في منهم من يقوم بالمعالجة البيئية صحيحة والسليمة، وبيستغل يعني المياه بعد المعالجة، بيعمل مثلا غابة شجرية، بيسقي عنده، بيحول المياه دي للري في عنده في المزارع والحدائق والجنون والحاجات دي كلها. وفي منهم يعني بيرمي عيني عينك في البحر كده
على مرأى ومسمع من المسؤولين. ويمكن أنا قبل كده من حوالي يعني سنوات قليلة ماضية بعد الثورة تقدمت لمحافظ السويس ببلاغ رسمي وطلع معايا لجنة وطلعنا وصورنا وجهاز شؤون البيئة طلع وصور، وما زالت حتى الآن المشكلة قائمة. طيب الجمعيات التعاونية خلينا يعني نتكلم عن دورها، أو أقول لك ماذا تمثل الجمعيات التعاونية للصياد؟ الجمعية التعاونية للصياد هي بيت الصياد. يعني لو في مشكلة للصياد بتتحرك الجمعية بتمثله. يمكن دايما أعضاء مجلس إدارة الجمعيات بيتحركوا لدى المسؤولين، وده شيء جليل جدا، إن هو أصل الصياد زي ما بيقولوا لا حول له ولا قوة. لا هيعرف يروح يطالب بحقه هنا على المستوى المركزي في الوزارة الفلانية. وبالتالي أعضاء مجلس إدارة الجمعية بما فيهم أعضاء النقابة مشتركين مع بعض، لأن النقابة برضو مسؤولة عن الصياد العامل، بيتحركوا جميعا كل الجمعيات، كل مجالس إدارة الجمعيات كلهم بيتحركوا لدى الوزراء والمسؤولين وبيحلوا مشاكل. التحرك ده في حد ذاته بيحل مشاكل كبيرة جدا، بيبسط في الإجراءات، يعني بيحاول يتصدى لكل ما هو معوق لقطاع الصيد، وده دور كبير جدا للجمعية. أيضا الجمعية يعني نظرا لظروف بعض الجمعيات المتدنية ماليا بتعمل برضو مشاركة يعني مع بعض الصيادين لظروفهم الاجتماعية الصعبة، لكن أنا بقول طبعا ما هوش كافي. يعني أنا برجع وأقول عايزين نطالب بصندوق تنشئه الدولة، صندوق للكوارث والإعانات الاجتماعية. إن شاء الله. أنا بشكرك جدا جدا على يعني هذا الطرح المستفيض لمشكلة الهجرة غير الشرعية وأيضا مشاكل الصيادين. بشكرك جدا جدا شيخ بكري أبو الحسن نقيب، وشيخ الصيادين بالسويس، وأيضا رئيس شعبة الثروة السمكية بالنقابة العامة للزراعة والصيد. شكرا جزيلا. شكرك ست الكل. شكرا جزيلا. مشاهدينا بعد الفاصل إن شاء الله نلتقي وفقرتنا الحوارية الثانية وقراءة للوضع الاقتصادي في مصر، فانتظرونا. هو بقى تطفي النور بقى. هذا البرنامج برعايه